قناع خشبي ممنوع على النساء أن تراه. من بين المقتنيات الأثرية والأقنعة الخشبية التي يعرضها متحف بيت ريفرز التابع لجامعة أكسفورد البريطانية، قناع وجه أفريقي حجبه المتحف بعد قرارات جديدة لصالح السلامة الثقافية. القناع صنعه شعب الإيغبو في نيجيريا ضمن ثقافة تمنع النساء من مشاهدته، حيث كان يستخدم في طقوس احتفالية تنكرية مخصصة للذكور فقط. سياسة المتحف الجديدة تشمل مجموعة من المقتنيات التي قالت الإدارة إنها قد تكون حساسة من الناحية الثقافية، ما يحول دون عرضها في سياقات عامة، ومن ضمنها القناع الخشبي السري الذي يحمل ملصقاً بداخله يجب ألا تراه النساء وفق صانعيه الأصليين.